السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ اتكلمنا المره اللي فاتت على الاين اكستشينج كروماتوجرافي، وعرفنا ان الاين اكستشينج بيعتمد في السبريشن على التشارج او الشحنه. النهارده بنبدا جهاز جديد اسمه جيل فلتريشن كروماتوجرافي او جيل برميشن او سايز اكسكلوجن. ده عباره عن نوع من انواع الكروماتوجرافيك تكنيك سبريت السامبل او سبريت الكومباوند زي البروتين والامينو اسيد على حسب السايز الحجم او المولوكيولار ويت. واول سؤال امتحان، يبقى جيل فلتريشن سيبريت السامبل اكوردنج تو على حسب الحجم، على حسب السايز او المولوكيولار ويت. علشان كده بنسميه سايز اكسكلوجن كروماتوجرافي او جيل فلتريشن او جيل برميشن. ده فكره الجهاز. بيبقى عندي كولم اسطوانه بيبقى فيها بورس جيل او بورس ريزن، عبارة عن نوع من انواع البوليمر زي مثلا الاجاروز، زي الدكسترين، زي السيفاديكس، زي البولي اكريلاميد. في انواع كتيرة من الجيل او الريزن اقدر اشتغل بيه في جهاز الجيل فلتريشن، بس لازم يبقى فيه شوية ايديال كاركتر، يعني مش اي جيل هنحطه جوه جهاز الجيل فلتريشن. اولا الجيل ده لازم يكون طبيعته بورس، لازم يبقى فيه فراغات او شانلز قنوات. ليه؟ ما هو فكرة الفصل بتكون بناء على الحجم. وعشان نفهم اكتر، انا عندي ميكتشر من كربوهيدريت زي الستارش، ده طبعا بوليساكرايد بيبقى ليه لارج مولوكيولار ويت، حجمه كبير، السايز بتاعه بيبقى كبير. اقل منه شوية الساكروز، لو تفتكر الساكروز ده عبارة عن دايساكرايد متكون من جلوكوز لينكد مع فركتوز، فالدايساكرايد حجمه اصغر شوية عن الستارش. الاصغر منهم الدكستروز او الجلوكوز، طبعا الدكستروز او الجلوكوز ده عبارة عن مونوساكرايد واحدة واحدة، عشان كده المولوكيولار ويت بتاعه صغير او السايز بتاعه صغير. فانا عندي ميكتشر من ثلاثة كربوهيدريت، بوليساكرايد ودايساكرايد ومونوساكرايد، محتاج افصل الميكتشر ده. اولا هنفصل الميكتشر ده باستخدام الجيل فلتريشن اعتمادا على السايز او المولوكيولار ويت. بص كده، لما نجيب الكولم ونملاه بالبورس جيل او البورس ريزن، الجيل اللي فيه فراغات او قنوات، ايه اللي هيحصل؟ هلاحظ ان الستارش ده عباره عن بوليساكرايد ليه لارج او هاي مولوكيولار ويت، حجمه كبير، هيبتدي يهرب من الفراغات البينيه الكبيره دي ويخرج بره الجهاز بسرعه، بيحصل له اكسكلوجن ادفيرست، بيطرد، بيخرج، بيهرب من الجهاز على طول. يبقى اول ماده هتخرج من جهاز الجيل فلتريشن هي الماده الكبيره، اللارج مولكيولز او اللارج بارتكلز ار اكسكلودد ادفيرست، الجزيئات الكبيره هتهرب في الفراغات اللي هي موجوده بين الجيل، الفراغات الخارجيه دي، وهيخرج بره الجهاز بسرعه. يليه اللي اقل منه في الحجم شويه اللي هو الساكروز او الدايساكرايد. ليه الساكروز او الدايساكرايد هيتاخر شويه؟ لان الساكروز يقدر يدخل في بعض الفراغات او بعض الشانلز القنوات اللي موجوده داخل الجيل. هلاحظ ان الساكروز اللي باللون البنفسجي هيقدر يدخل هنا وهنا 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 وهنا، بعد كده يبتدي يخرج، فهو اتاخر شويه عن الاسترش لانه دخل في بعض الفراغات او بعض الشانلز او البورز اللي موجوده في الجيل. يجي بقى اصغر واحد اللي ليه اقل مولوكيولار ويت اللي هو الدكستروز او الجلوكوز، ده حجمه صغير قوي، هيبتدي الحاجه الحمراء دي او الدكستروز الحاجه الصغيره دي هتخش في كل الشانلز او كل البورز، كل الفراغات الموجوده داخل الجيل، تدخل هنا تخرج هنا، بعد كده تدخل هنا وتخرج وتدخل في اللي بعديه، وهكذا لغايه لما تطلع في الاخر، بس هتطلع طبعا متاخر. يبقى اخر مادة هتخرج من جهاز الجيل فلتريشن هي الصغيرة. اشمعنى؟ لان السمول بارتكلز، الحاجات اللي لها حجم صغير او سمول مولوكيولار ويت، كان بنتريت، تقدر تدخل جوه الفراغات وجوه القنوات اللي موجودة داخل الجيل، فبيحصل لها ريتينشن، بتتحجز، بتتأخر، او اكسكلودد يعني coming out from the column، بتخرج من الكولم بس at a later stage، اخر ماده بتخرج من الجهاز هي الماده الصغيره. يبقى الجيل فلتريشن احنا بنفصل بناء على السايز، بناء على الحجم، الحاجه الكبيره تخرج الاول، بعد كده الحاجه الصغيره تبتدي ايه؟ تتاخر، تتحشر. وده عكس الفلتر بيبر. الفلتر بيبر احنا بنعمل ايه؟ بنعدي
الحاجات الكبيرة على الفلتر بيبر، هلاقي الحاجات الكبيرة بتفضل فوق والحاجات الصغيرة بتهرب من الفراغات بتاعة الفلتر بيبر. ففي الفلتر بيبر بيبتدي يعمل فلتريشن للكومباوند، يعدي الحاجات الصغيرة ويأخر الحاجات الكبيرة. إنما هنا في الجيل فلتريشن بنعمل العكس، ده الحاجات الكبيرة هي اللي بتهرب الأول بتخرج الأول، والحاجات الصغيرة هي اللي بتتأخر أو بتتحشر داخل الكولم. ده فكرة الجيل فلتريشن. اتفقنا بنملى الكولم بجل او ريزن، لازم يبقى ليه شويه ايديال كاركترز، اولهم لازم الجل بارتكلز تكون بورس يعني فيها فراغات او فيها قنوات، لازم الجل بارتكلز تكون ليها يونيفورم سايز، حجمها ايه يونيفورم، يعني تلاقي كل البارتكلز بتاعت الجل نفس الحجم، مفيش واحده كبيره وواحده صغيره، لان لو السايز مش متساوي هيبقى فيه فراغات بينيه كبيره قوي وده هيعمل لي بورس بريشه. فانا بفضل ان الجيل بارتكلز يكون كلها نفس الحجم، كلها يونيفورم، ولازم الجيل يكون طبيعته بورس، لازم يبقى فيه فراغات عشان يفصل بناء على السايز او بناء على الحجم او المولكيولار ويت. اي جيل بنشتغل بيه لازم يكون كيميكالي انرت، اي حاجه بنشتغل بيها في الكروماتوجرافي، موبايل فيز، ستيشنري فيز، اي حاجه لازم تكون كيميكالي انرت. كمان الجيل اللي انا حاطه في الكولم لازم يكون انسولابل في الموبايل فيز، ما هو السامبل اللي انت بتفصله انت مدوبه في موبايل فيز او سولفنت معين. مثلا هنفترض ان احنا مدوبين الثلاث حاجات دول مثلا وليكن في ميه، لو الجيل ده بيدوب في ميه كده ما عادش عندك حاجه تفصل، كل الحاجه دابت وخرجت بره الجهاز، ما عادش عندك اصلا كروماتوجرافيك تكنيك. لازم الجل يكون انسولابل في الموبايل فيز، يعني انت بتنقي الجل بناء على نوع الموبايل فيز او السولفنت اللي انت مدوب فيه السامبل. بنيجي بقى على حاجه مهمه قوي اسمها الاليوشن فوليوم. ايه هي الاليوشن فوليوم او فوليوم؟ كميه الموبايل فيز او السولفنت اللي انا هستخدمه اللي انا هدلقه جوه الكولم عشان اخرج السامبل. طب لو كان السامبل ده حجمه كبير زي مثلا في المثال اللي عندنا ده الستارش، طبعا الستارش محتاج شويه موبايل فيز قليل قوي عشان يخرج، لان كده كده الستارش بيتلكك، هو كده كده بيخرج، عاوز بس حاجه ايه تزقه. فتلاقي الحاجات الكبيره الاليوشن فوليوم بتاعها قليل قوي، ده هو بس محتاج شويه سولفنت قليلين عشان يخرج، هو بيتلكك عاوز يخرج باي طريقه. انما لو كان السامبل بارتكلز بتكون صغيره زي الدكستروز، ده بيدخل جوه كل الفراغات، وده عشان تقدر تعمل له اليوشن تخرجه من الكولم محتاج تحط كميه كبيره من السولفنت او الموبايل فيز. يبقى نلاحظ ان الاليوشن فوليوم انفرسلي بروبورشنال بيتناسب عكسي مع السايز او المولكيولار ويت، كل ما كان المركبات او السامبل بارتكلز كبيره تلاقي الاليوشن فوليوم اللي بيخرجها او كميه السولفنت اللي بتخرجها قليله، وكل ما كان السامبل بارتكلز صغير المولكيولار ويت صغير ده محتاج تحط كميه سولفنت كتيره، محتاج كميه اليوشن فوليوم اعلى. فهنلاحظ ان الاليوشن فوليوم او الاختصار بتاعه الفي اي انفرسلي بروبورشنال بيتناسب عكسي مع المولكيولار ويت او السايز. خلي بالك احنا نقدر نشتغل بسولفنت او موبايل فيز عباره عن ووتر، وفي الحاله دي هسمي التكنيك بتاع الفصل جيل فلتريشن، يبقى الجيل فلتريشن مرتبطه باستخدام الميه از سولفنت او موبايل فيز، ولازم الجيل يكون انسولابل في الووتر، او اقدر اشتغل بسولفنت او موبايل فيز طبيعته اورجانيك، ممكن اشتغل او احط اورجانيك سولفنت. لو انت اشتغلت باورجانيك سولفنت اسمي الميكانيزم بتاع السيباريشن او التكنيك جيل برميشن، يبقى الجيل فلتريشن هو الجيل برميشن، الفرق نوع السولفنت، لو انا هحط ميه اسمي التكنيك جيل فلتريشن، لو انا هحط اورجانيك سولفنت اسميه جيل برميشن. طب زي ايه انواع الجيل او الريزن اللي انا هفصل بيها السامبل بناء على السايز او المولكيولار ويت؟ اشهر واحد هو السيفاديكس جي. السيفاديكس جي ده عباره عن نوع من انواع الهومو بوليساكرايد، بوليساكرايد بيبقى ليه لارج مولكيولار ويت. هومو يعني ايه؟ هو متكون من ريبيتد جلوكوز يونت، كله عباره عن وحدات من الجلوكوز مرتبطه مع بعض بروابط 1 و6، ما تشغلش دماغك بالتركيب قوي. اعرف لي بس ان السيفاديكس جي ده عباره عن نوع من انواع الهومو بوليساكرايد، بنحضره من السكروز، بنبتدي نحط بكتيريا على السكروز، البكتيريا بتبتدي تكسر كذا مولكيول من السكروز وتاخد الجلوكوز تجمعه مع بعضيه وتعمل لي حاجه اسمها السيفاديكس جي. يبقى السيفاديكس جي بنجيبه عن طريق الفيرمنتيشن اوف السكروز، او حاجه اسمها الميكروبيال، او حاجه اسمها البايو ترانسفورميشن.
يبقى احنا بنعمل فرمنتيشن او مايكروبيال باي ترانسفورميشن على الساكروز نحوله الى الهومو بوليساكرايد اللي هو اسمه سيفاديكس جي. طبعا بيبقى جنب الجي في رقم معين، الرقم ده بيمثل السايز الحجم بتاع السيفاديكس. يعني هلاحظ ان ممكن يكون الحجم 10 فتلاقي مكتوب سيفاديكس جي 10، ممكن يبقى 20 25 30، ممكن يبقى 50 75 100 150 200، فافيلابل ان ديفرنت جريدز، كذا درجه كذا حجم، فلاقي فيه سيفاديكس جي من 10 لحد 200. السيفاديكس جي ده بستخدمه عشان افصل الحاجات الهيدروفيليك. يعني ايه الهيدروفيليك سامبل؟ يعني السامبل اللي بيدوب في الميه، واكيد السولفنت اللي انا هشتغل بيه هو كمان طبيعته هيدروفيليك، زي مثلا الدنسو وحاجه اسمها الدي ام اف، دايميثايل فورماميد دايميثايل سلفوكسايد. يبقى دي اكزامبل على الهيدروفيليك سولفنت اللي انا هدوب بيها الهيدروفيليك سامبل وهبتدي افصلها على السيفاديكس جي. يبقى السيفاديكس جي ده عباره عن هومو بوليساكرايد بنحضره من الساكروز عن طريق البكتيريال او الميكروبيال فيرمنتيشن او باي ترانسفورميشن، افيلابل ان ديفرنت سايز او ديفرنت جريد، بيفصل الحاجات الهيدروفيليك باستخدام هيدروفيليك سولفنت زي الدي ام اف والدي ام اس او او الدنسو. وكمان لان السيفاديكس جي ده عباره عن بوليساكرايد فلازم احط له بكتيري سايدل عشان اعمل انهبيشن للجروث اوف المايكرو اورجانيزم. تاني نوع من انواع الجيل اللي نقدر نشتغل بيه اسمه السيفاديكس ال اتش 20. 20 ده السايز الحجم بتاع السيفاديكس جيل. ال اتش يعني طبيعته لايبوفيليك عكس النوع الاولاني. السيفاديكس جي ده كان بيفصل الحاجات الهيدروفيليك، طبيعته هيدروفيليك. انما السيفاديكس ال اتش ده اختصار لايبوفيليك، يعني ده اللي هيفصل اللايبوفيليك او الهيدروفوبيك سامبل، السامبل اللي ما بيدوبش في الميه. السامبل اللي ما بيدوبش في الميه نقول عليه لايبوفيليك، بيحب الليبت صح بيدوب في الليبت، او هيدروفوبيك ما بيحبش الميه ما بيدوبش في الميه. يبقى السيفاديكس ال اتش دي اختصار لايبوفيليك، وده السايز 20، ده عباره عن هيدروكسي بروبايليتد سيفاديكس جي. ما هو السيفاديكس جي كان طبيعته هيدروفيليك، ازاي حولته الى هيدروفوبيك؟ دخلت عليه هيدروكسي بروبايل جروب. هيدروكسي بروبايل بقى في الحرف او بقى موجود في الاوتر لير في مجموعه بروبايل الكايل جروب، فبقى طبيعته هيدروفوبيك او لايبوفيليك. هي يبقى السيفاديكس ال اتش اللي هو اختصار لايبوفيليك، ده بيفصل اللايبوفيليك سامبل او الهيدروفوبيك سامبل باستخدام اورجانيك سولفنت. ده يقدر يتحمل الاورجانيك سولفنت، تحط عليه اورجانيك سولفنت ما يتاثرش، زي مثلا الانهبتين. يبقى السيفاديكس ال اتش 20 بيفصل الهيدروفوبيك سامبل او اللايبوفيليك سامبل، زي مثلا الفاتس زي الفيكسد اويل والستيرويد والالكالايدز، دي كلها عباره عن هيدروفوبيك سامبل ما بتدوبش في الميه باستخدام اورجانيك سولفنت زي الانهبتين. ثالث نوع من انواع الجل البولي اكريلاميد، ده عباره عن حاجه شبه البلاستيك، سينثيتك بوليمر، ركز على كلمه سينثيتك بوليمر، اسمه اكريلاميد اللي هو عباره عن سينثيتك بولي اكريلاميد، وده حاجه صناعيه من البلاستيك فهلاقيه بكتيريا اند كيميكالي ستيبل، يعني ستيبل للاسيد وكمان ستيبل للبكتيريا، مش محتاج تحط له بكتيري سايدل زي انواع السيفاديكس. ميزه الاكريلاميد او البولي اكريلاميد انك ممكن تشتغل بسولفنت زي الميه وممكن برضو تحط الاورجانيك سولفنت، يعني بيشتغل على الاثنين، بيفصل الحاجات اللي هي الهيدروفيليك وبيفصل الحاجات الهيدروفوبيك، تقدر تحط عليه ميه وتقدر تحط عليه اورجانيك سولفنت. رقم 4 اعرفه بس بالاسم اللي هو الاجاروز، ده رابع جل ممكن نشتغل بيه. الاجاروز ده من ضمن الاكزامبل بتاع الجل او الريزن او الماتريكس اللي احنا ممكن نعمل بيه جل فلتريشن. بنشوف دلوقتي الابلكيشنز او التطبيقات على الجل فلتريشن. اول تطبيق اني اقدر اعمل كولايد دي سولتنج. كولايد يعني ليه مولوكيولار ويت كبير، حاجه حجمها كبير، زي مثلا الالبيومين. الالبيومين ده عباره عن نوع من انواع السيرم او البلازما بروتين بيبقى ليه لارج مولوكيولار ويت. اثناء تحضير الالبيومين من السيرم بيبتدي يحطوا على السيرم امونيوم سلفيت، لان الامونيوم سلفيت يقدر يرسب الالبيومين، فدي طريقه تحضير الالبيومين من السيرم. بعد ما بيحضروا الالبيومين لازم يعملوا دي سولتنج، لازم يشيلوا الامونيوم سلفيت
قبل ما يحطوا الالبومين في الدوزج فورم ويحطوها في الصيدليات. ازاي بقى بيعملوا كولايد دي سولتنج؟ ازاي يشيلوا الملح ده او الامونيوم سلفيت من الالبومين؟ بيعدوه على الجيل فلتريشن كروماتوجرافي. الالبومين حجمه كبير، الكولايد ده حجمه كبير، هيبتدي يحصله اكسكلوجن، هيخرج بره الكولم، بره الاسطوانه او بره الجهاز، والامونيوم سلفيت ده سولت اللي ليه سمول سايز، حجمه صغير، هيبتدي يتحشر جوه الجيل. يبقى اول تطبيق للجيل فلتريشن الكولايد دي سولتنج. تاني تطبيق لو عاوز اركز او اعمل كونسنتريشن لاي بروتين زي مثلا الملك، في كونسنتريتد ملك بيتباع عندنا. ايه فكره الكونسنتريتد ملك او الكونسنتريتد بروتين؟ طبعا علشان اعمل كونسنتريشن للبروتين ما ينفعش اسخن، لان البروتين هيحصل له ديناتوريشن. بس انا ممكن اجيب البروتين او الملك وابتدي اضيف عليه دراي جيل زي السيفاديكس، هيبتدي الدراي جيل يسحب الميه اللي موجوده في البروتين. بعد كده بعمل سنترفيوجيشن او بعمل حتى فلتريشن، اشيل الجل بالميه اللي خدها ويتبقى عندي الناحيه الثانيه كونسنتريتد بروتين. يبقى احنا بنضيف دراي جل على البروتين، هيبتدي الدراي جل يسحب الميه اللي موجوده في البروتين ويحصل له سويلنج، الجل يحصل له سويلنج. بعد كده اقدر اتخلص من الجل بالميه اللي خدها عن طريق مثلا السنترفيوجيشن، بقى عندي كونسنتريتد بروتين زي الكونسنتريتد ميلك، ركزت البروتين من غير اي تسخين. ممكن افصل اللارج بارتكلز عن السمول بارتكلز، زي مثلا لو عندي ميكتشر من الكربوهيدرات لسه شارحينه من شويه، الستارش والساكروز والديكستروز. كمان رابع تطبيق اقدر اعمل ديترميشن للمولوكيولار ويت بتاع اي امينو اسيد او اي بروتين. فور اكزامبل انا عندي مثلا بروتين زي الالبومين، محتاج احسب التركيز بتاعه او اللوج المولوكيولار ويت بتاعه اللي موجود في العينه. يبقى انا جبت لك عينه معينه جواها تركيز معين من الالبومين وقلت لك احسبه لي، فحضرتك هتجيب اوسنتك او ستاندرد بيور البومين وتبدا تحضر كذا تركيز منه، كذا مولوكيولار ويت منه، وتبتدي تحط كل تركيز لوحده وتحسب كميه سولفنت اللي استهلكها، تحسب حاجه اسمها الاليوشن فوليوم. يبقى انت جبت بيور البومين، جبت حاجه اسمها ستاندرد او اوسنتك بكذا مولوكيولار ويت او كذا تركيز، وبدات تحط كل تركيز لوحده وتحسب الاليوشن فوليوم، وبدات تعمل حاجه اسمها كاليبريشن كيرف. بقى عندك ادي شكل الكاليبريشن كيرف، هي ستريت ريليشن شيب بتوين لوج المولوكيولار ويت اللي هو بيمثل لي الكونسنتريشن اللي هو التركيز مع الاليوشن فوليوم. اهو العلاقه دي طبيعتها ايه؟ ستريت، وعلاقه عكسيه زي ما شرحناها من شويه. هجيب بقى الانون اللي معايا، انا معايا مثلا تركيز من الالبومين انا ما اعرفوش، هبتدي احطه في جهاز الجيل فلتريشن واحسب الاليوشن فوليوم، اقدر احسب كميه السولفنت اللي استهلكها الالبومين عشان يخرج، صح كده؟ وليكن مثلا 5 مللي، يبقى انا عرفت كده اهو ان دي 5 مللي. هبتدي اعمل اكسترابوليشن، ومن خلال الكالبريشن كيرف اقدر احصل على لوج المولوكيولار ويت او التركيز. يبقى اقدر احسب لوج المولوكيولار ويت او اقدر احسب التركيز بتاع اي امينو اسيد او اي بروتين عندي في العينه. دي كده كانت الاربع ابلكيشن بتوع الجيل فلتريشن. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، هنشرح الاتش بي ال سي بالتوفيق.